نقطة 19 كاين شكرا. افتح الباب للتداول، تفضل. تعتبر وصمة عار على جبين كل المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير المدينة، لأن هذه الوضعية المأساوية جعلت من المحطة الطرقية وكرا من أوكار الفساد بكل تجلياته. وهذا الفساد بدأ منذ إحداثها على موقع غير صالح باتة لإنشاء مثل هذه المرافق، وهذا الموقع أهلها لتكون مجال خصبا لنمو كل أنواع التسييب والفساد وغياب المراقبة الصارمة والتتبع اليومي من طرف المسؤولين. واصبحت المحطة الطرقية مرتعا للمجرمين والمتسولين والمتشردين والمختلين عقليا، ناهيك عن الفوضى التي يحدثها الوسطاء من ابتزاز المسافرين وكلام ساقط له الجديد. والان الجماعه تعرض مسيره تسليم المفوض لهذا المرفق الهام بعدما مرت بتجربتين فاشلتين. الاولى التسيير المباشر من طرف السلطات والجماعة، ثانيا الشركة المفترقة بالمحطة الطرقية بنبروك ما يعرف بشركة ذات اقتصاد مفترق. وحسب السؤال المطروح هو لماذا تأخر هذه الملف تأخر هذا الملف مدة 3 سنوات؟ ثانيا كما نعرف حسب علمنا أنها في تصفية قضائية، السؤال المطروح هو هل تم تصفيتها قضائيا؟ كذلك بالنسبة لتدبير المفوض هو أبان عن فشله في كل المدن المغربية، والدليل على ذلك ما حدث في الشمال مع أمانديش والدار البيضاء على ذلك وتجربة تدبير المفوض للنقل الحضري في مدينة فاس. في الأخير أؤكد على أن مسألة تدبير المفوض لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار منقلب، لأن ما يزيد على 300 منقلب بين الشركات وبين الأفراد، وهما يشكلان يعني كقوة داخل هذا المجال. كذلك مصير المستخدمين الذين يشكلون كذلك اليدلون لهذا المقالة في علاقتهم مع المسافرين. مشكلة المحطة الطرقية منذ سنة 1992 وهي تخبط في هذه المشاكل أمام المرأة ومسمع من السلطات المحلية والمجالس المنصفة، ولكن كانت هناك مجموعة من القرارات التي اتخذت ولم ينجح قرار واحد، وهذا يعكس قوة المشاكل وقوة اللوبي الذي يضغط على عدم حل مشكل هذا الملف. وكخلاصة خلال أعتقد سنة 2015 تمت مجموعة من اللقاءات مع وزارة الداخلية وخلصت إلى فكرة على أن محطة الطرقية بن حروب أصبحت غير صالحة ويجب التفكير في إحداث محطة أخرى تأخذ بعين الاعتبار كل المواصفات الحديثة في إطار ما يضاف للساكنة وللمسافرين. وشكرا السيد الرئيس. أولا سيد الرئيس يجب الانطلاق من الوضع القانوني الحالي للمحطة الطرقية التي كانت عميلة في التصفية القضائية، والحقيقة إن المحطة الآن تعيش في جو من الفوضى، لهذا يجب إحداث لجنة
اصحاب النقل. وشكرا سيدة الرئيس. في مكانها الطبيعي مع الوزاره المكلفه. احنا تنتكلم هنا على مرفق جماعي اللي هو المحطه الطرقيه بمدينه فاس. تطرح السؤال علاش هذه 3 سنين، وفي الحقيقه السؤال هذه ماشي 3 سنين، هذه 30 عام ليس 3 سنين. علاش هذا التاخر؟ احنا سلكنا المسطره ديال التصفيه القضائيه، بعثنا للمحكمه التجاريه مرتين، وعلى داكشي تاخرنا. الجواب ديالها ماشي ليس حاسما، والا بقينا نتبعوا ديك المسطره القضائيه ما غاديش نساليو، غنبقاو في هذا الوضع، وغيجي مجلس اخر وسيجد نفسه في نفس الوضع. لذلك من بعد الاستنفاذ ديال الجانب القضائي واللي هي مسطره جاريه، خصنا نميزوا ما بين جوج ديال الامور، ما بين مرفق جماعي قائم وما بين شركة. هذيك الشركة المسطرة ديال التصفية ديالها تبعها، ولكن هذا مرفق جماعي قائم. واش دابا واش الكيران تيتساينوا التصفية القضائية باش يدخلوا ولا يخرجوا من تما؟ الحافلات ديال النقل لا تنتظر التصفية القضائية، راه يوميا داخلة خارجة، وكاين خدمة عمومية تما، وكاين محلات اللي هي يعني يمارس فيها التجارة وإلى آخره، وبالتالي هذاك المرفق قائم. لذلك احنا في الأخير منين هذيك المسطرة القضائية ما زال شد الطريق ديالها، قلنا بأنه ينبغي أن نفصل بين الأمرين. هذه محطة طرقية، مرفق جماعي قائم بمقتضى القانون خصو التدبير. فلذلك فكرنا بما ان هذه الشركه المختلطه لم تنجح، التدبير المباشر لا ما نجحش، قلنا نمروا لواحد المحطه اخرى من التدبير المفوض، نختاروا شركه اللي هي تكون عندها مهنيه عاليه. واليوم المغرب يتوفر على مثل هذه الشركات، صحيح انه ما نجحش في كل شيء، ولكن كاين حتى شركات عموميه في القطاع ديال 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 التدبير ديال المواقف ديال المحطة الطرقية. تتعرفوا الشركة اللي هي تشتغل في هذا الأمر هذا. جبنا دفتر تحملات، غادي نمروا بالمنافسة من أجل أنه يجي واحد الشريك اللي هو تيعرف لهذا الشيء ديال التدبير ديال المحطة الطرقية ويبدأ. شرطنا فيها جوج ديال الأمور. طبيعة الحال الجانب الجبائي راه كاين في القرار الجبائي لا تغيير. جوج ديال الشروط اللي اشترطنا، وهو التأهيل ديال المحطة في العرض ديالو، ملي غنعرضوا ملي غادي نديروا طلب العروض المفتوح، أي شركة جات بغات تشارك في هذا الطلب العروض المفتوح ينبغي أن تقدم برنامجا استثماريا من أجل تأهيل المحطة، واللي هي في التدخلات كلها تتكلم على الإشكالية ديال التأهيل ديالها. إذا برنامج استثماري ديال التأهيل، وهذا البرنامج الاستثماري ديال التأهيل هو مكون من المكونات ديال اللجنة ملي غادي تقيم يعني العروض المقدمة. البرنامج الاستثماري حتى هو عنده النقط ديالو. الشق الثاني اللي حرصنا عليه كذلك، وهو ماشي النقالة. السيد المستشار المحترم تكلمتي على النقالة، النقالة هذه الخدمة اللي تنديروا باش نأهلوا المرفق باش يكون في الخدمة ديالهم. هذوك النقالة تيديروا خدمتهم، وبالتالي إلى أهلنا المحطة الطرقية غيكون في مصلحتهم. ولكن كاين واحد الفئة اللي هي احنا حريصين عليها في إطار دفتر التحملات، واللي قلنا بأن هذه الفئة ينبغي أن تدمج، هما المستخدمين اللي كانت عندهم علاقة تعاقدية واضحة وقانونية واضحة مع الشركة اللي كانت سابقا، فهذو المستخدمين الحقوق ديالهم محفوظة في إطار دفتر التحملات. فلذلك احنا ملي تنجيو نقترحوا واحد الحل تنقترحوها أولا انطلاقا من الميدان، انطلاقا من تنسمعوا، جلسنا مع هاد الناس عدة مرات، جلسوا معاهم النواب المعنيين عدة مرات، تنسمعوا الملاحظات ديالهم، وتناخذوا على الاعتبار الجانب الاجتماعي والجانب ديال الحقوق، وتنقترحوا الحلول. كاينه محطة أخرى في طور الإنجاز اللي كانت في إطار واحد دفتر التحملات ديال واحد التجزئة، يعني صاحب التجزئه تعهد باش ينجز واحد المحطه طرقيه جديده في الطريق ديال سيدي حرازم. فهذيك في طور الانجاز، تم الوضع ديال الملف ديالها وترخيصه، وبطبيعه الحال اللي مكلف بانجازها هو الشريك الخاص. اذا هذه هي بعض التوضيحات بخصوص
هذا الملف ديال المحطة الطرقية وأعرض للمصادقة النقطة المتعلقة بها. إذن الموافقون المعارضون العدد نفس العدد السيد الكتيب معارضون الممتنعون. إذا الممتنعون 9 إذا صادق المجلس بأغلبية المطلقة للأعضاء المزولين لمهامهم على إحداث يعني على التدبير المفروض للمحطة الطرقية.